كما وعدناكم يوم أمس سنكون معكم في تحديث للمعلومات الموثقة والمؤكدة. الخبر الهام والذي كان قد طالب به كثيرون من السوريين المقيمين في تركيا من حملة بطاقة الحماية المؤقتة الكملك، تمت الاستجابة لهذه المطالب وتم السماح بقرار رسمي من الحكومة التركية بالسماح بالدخول لجميع السوريين في تركيا من حملة بطاقة الحماية المؤقتة المعروفة بالكملك. مزيد من هذه التفاصيل سنعرفها من مدير عام معبر السلامة الحدودي سيادة العميد قاسم قاسم. مرحبا بك وتعطينا فكرة عن هذا القرار ومن هم المشمولين به. أهلا وسهلا أستاذ محمد. في الحقيقة مشكورة جهود الحكومة السورية المؤقتة، تابعت الموضوع بعد مطالبات أهلنا على الصفحات جميعها أن جميع الناس لهم انضروا من هذا الزلزال العنيف ويريدوا أن يطمئنوا على أهلهم، بالتالي كانت الاستجابة سريعا من الإخوة الأتراك. اليوم أضافوا ولاية ألازيغ بعد أن كانت العشر ولايات، أعلمونا الساعة 11 بقرار ألازيغ، الساعة 12 بلغونا بالموافقة على السماح بدخول جميع الولايات في تركيا لكل السوريين حاملي الكملك في كل الولايات التركية بالدخول عبر معبر السلامة. طبعا لابد أن نوضح هنا أن الولاة في كل ولاية في تركيا من صلاحيات الوالي أن ينفذ القرار بالطريقة التي يراها مناسبة. حاليا ونحن ميدانيا في معبر السلامة ومن الجهة المقابلة ومدينة كلس وولاية كلس، من هذا المعبر السماح من هذه اللحظة بدخول حاملي الكملك، ولكن ثم التساؤلات وردت يوم أمس. بعض الناس فقدت الكملك، هناك من ما زالوا يحملون الكملك القديم المعروف بالأبيض، ماذا من إيضاحات في هذا الشأن؟ أستاذ محمد، الحمد لله أيضا بالتواصل مع الجانب التركي جميع السوريين المنكوبين في الولايات التي أصابها الزلزال 11، أي شخص فقد الكملك بإمكانه يراجع ولاية كلس والولاية المقيم فيها. هلا الولاية المقيم فيها بحسن بيقدر بياخذ منها، وإذا بيدخل على سوريا عبر معبر السلامي يراجع ولاية كلس فورا يستصدر له كملك جديد ويأتي إلى المعبر ويدخل مباشرة. هذا بالنسبة لمن فقد الكملك الحديث والمحدث، معلوماته يجب أن تكون محدثة، الكملك الأصفر. نعم، أما الكملك الأبيض فهذا انتهى منذ 5 سنوات. أيضا الكمالك الذين لم يحدثوا بياناتهم ومعروفة لدى الأتراك جميعهم بسند الإقامة، يوضع له كود 160، أي أن البوليس أتى إلى عنوان الشخص ولم يجده، بالتالي أوقف الكملك لديه. فهدول كمان لم يستطيعوا الدخول إلا إذا رجع ولايتهم ورفع هذا الكود. أيضا من عليه حكم قضائي أو أي إجراء قانوني في تركيا يجب أن يحل هذا الموضوع ويأتي إلى هنا. يعني كي لا يتكلف أي مواطن سوري يحمل الكملك مقيم في تركيا عناء مجيء إلى كلس، عليه أن يتأكد أولا من تحديث معلوماته، ربما عبر موقع إي دولة يستطيع التأكد من ذلك، إن كانت أموره سليمة يستطيع القدوم. صحيح أستاذ محمد هذا الكلام. نعم، أما حملة الكملك الأبيض فهو مبطل منذ سنوات قولا واحدا. فاقد الكملك، إذن أؤكد رغم تفضلت بالحديث عنها، نعم. فاقد الكملك في هذه المرحلة وبنكبة كارثة الزلزال يستطيع الحصول على كملك جديد، وليس بالضرورة من ولايته بل هنا من ولاية كلس. بقية التعليمات والتي ركزنا عليها يوم أمس إن كان هناك دخول لمن هم دون سن 18، كل شيء دون 18 اليوم أبلغونا أيضا قرار جديد أستاذ محمد، الذي فقد أحد الوالدين في الزلزال ليس بحاجة أن يذهب إلى النوتر، فقط شهادة الوفاة تكون معه، يأتي إلى المعبر يدخلوه مباشرة. شهادة وفاة أحد الوالدين. شهادة وفاة أحد الوالدين. قادم أحد الوالدين، القرار السابق يجب أن إذا أتى مع أحد الوالدين يجب أن يأتي بوكالة من الأب الآخر، لكن إذا ثبت أن أحد الوالدين متوفي بالزلزال بموجب شهادة الوفاة التي تعطيه السلطات التركية مباشرة يدخلوه أيضا بدون نوترة. في حال وفاة الوالدين، في حال وفاة الوالدين يجب أن تكون هنالك كفالة وصاية شرعية،
للجد للعم للأخ للأخت، بدون وصاية شرعية لا يستطيع القدوم. والوصاية الشرعية الحقيقة صعبة جدا في تركيا، يجب أن تكون عبر المحاكم وتأخذ وقت كثير، لذلك الناس يعني لازم من الأول إذا ما موجودين الأبوين يكون أخذ الوصاية الشرعية اللي بدي يجيبه للأطفال دون 18. هذا في هذا الجانب، ماذا عن الاستعدادات اليومية لاستقبال أعداد؟ نحن اليوم في يوم الجمعة 17 فبراير. صحيح أستاذ محمد، الحمد لله من البارحة متى ما انتهى إخوتنا الأتراك بنصب الخيام والكمبيوترات والأجهزة والحاسوب أدخلوا 24 شخص، اليوم منذ الصباح صار دخل عنا 184 شخص، الرابط سوف يجهز خلال يومين ثلاثة، لم يتأخر الجانب التركي حتى إنجاز الرابط. الآن أي شخص يأتي إلى معبر السلامي يدخل مباشرة بدون رابط، أي سوف يدخل الناس حتى يوم السبت والأحد عطلي، لن يتوقفوا، سوف يسمحوا بدخول الناس وبدون رابط أيضا يدخل عبر المعبر. إذن على الأقل حتى يوم الاثنين القادم يعني يوم 20 شباط فبراير سيستمر الدخول بدون الرابط، وعندما يتم تفعيل الرابط أيضا سيتم الإعلام بذلك وعلى الموقع الرسمي للمعبر أيضا. صحيح أستاذ محمد، ونحن وضعنا 500 شخص، 500 المقصود فيها حتى لا يحصل ازدحام، لكن لنا تجربة سابقة مع الإخوة الأتراك، إذا كان قدرة المعبر استيعاب 1000 و1500 ممكن يدخلوا الناس، فاطمنوا الناس الوقت مفتوح، الأعداد جميع الناس بإمكانها تقدر تدخل. الموضوع الآخر اللي منأكد عليه الأستاذ محمد، الدعايات المغرضة اللي عم بتقول إني الناس بدها تدخل ما بدها ترجع، لا هالكلام ما هو صحيح أبدا، ناس مغرضين عم يحكوا، دولة قانونية مو معقول إني تعطينا الدول إجازي. لا تتعامل بهذه عقلية العصابات يعني ونصب الفخاخ. نعم. وتحترم قوانينها. صحيح. وما تصدره. نعم. من قوانين. تبقى نقطة يتم التساؤل عنها كثيرا بالنسبة، هناك من يحمل إقامات في تركيا وليس كملك، هناك من يحمل الجنسية المزدوجة، هل من جديد في هذا الشأن؟ صحيح أستاذ محمد، نحن تواصلنا مع الحكومة المؤقتة وتواصلت مع الجهات العليا التركية وموعودين خير إن شاء الله، كما وعدنا أهلنا أن جميع الولايات سيشملها القرار، والحمد لله أتى القرار من هنا بعد جهود الحكومة المؤقتة. أيضا إن شاء الله نوعدهم هذين الحالتين أيضا إن شاء الله سيشملهم القرار قريبا إن شاء الله. النقطة الأخيرة التي تحتاج للتأكيد، الدخول من معبر باب السلامة هل بقي كما صدر القرار يوم أمس؟ أدنى مدة للدخول هي شهر من تاريخ الدخول، والمدة الأقصى 6 أشهر، ومن يتأخر يبطل الكملك أو بطاقة الحماية المؤقتة. صحيح أستاذ محمد، هذا الموضوع الناس طالبت كتير، أني موضوع 3 شهور طويلة، وطالبنا الإخوة الأتراك نزلوا موضوع العودة لمدة شهر، فإذا أقل مدة مكوس شهر، أكثر مدة مكوس 6 أشهر، وإن شاء الله بكرة الناس بشوفوا كمان معبر السلامي، إني الناس اللي بدها تطول أكثر من شهر وهي أخذت إجازة شهر عبر الرابط ممكن إني إن شاء الله نمدد له، واللي بده يرجع قبل كمان حاجز 3 شهور بده يرجع بالشهر ممكن ناخذ له موافقة إن شاء الله. إذن هذه التعليمات وقد صدرت تخص حاليا معبر باب السلامة، كل السوريين الموجودين في تركيا حاملي بطاقة الكملك، بطاقة الحماية المؤقتة المحدثة المعلومات وبدون إشكاليات، يستطيعون الدخول مباشرة إلى الأراضي السورية عبر معبر السلامة الحدودي. إن كانوا قد فقدوا بطاقاتهم بأثر الزلزال يستطيعون سواء من ولاياتهم أو من ولاية كلس استصدار كملك جديد. تبقى القرارات في إطار تحديثات عبر هذه التواصلات لتشمل حتى الإقامات السياحية والإنسانية والدراسية وسواها، وفي حين صدور تعليمات سنكون معكم بالمعلومات الموثقة من هنا من قلب المكان من معبر السلامة الحدودي.